الأحداث يعني ما أبي أقولها، يقوم الأمير بالتخلص منها وإنقاذ المدينة، أهل المدينة. طبعا أول شيء أبارك في الشعب الكويتي جميعا وأيضا كل المقيمين بعيد الفطر المبارك، وأتمنى إن شاء الله يكون دائما عيد خير وسعادة على الجميع وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية، وإن شاء الله تشرفونا في المسرحية. دوري مساعد الطباخ، أنحاش من الطباخ أنه يبي طقني، يبي يعاقبني لأني شوي تكيسلت في شغلي، فأخاف وأنحاش من عقاب الطباخ والحاكم، فأروح الغابة وهناك ألتقي بالعجوز الشريرة، ويكون صراع يعني بيني وبينها إن شلون إن أحاول إني أقاومها، ولكن أنا خايف إنها تسحرني أو إنها تهددني إن أنا أحولك حق صنم وأخليك حالك حال الأميرة والحاكم، إن ينامون في سبات عميق يعني إلى أبد الآبدين. ماشي ما نبي نحرق، بس النهاية ما حقولها. طبعا ودي أبارك حق صاحب السمو أمير البلاد وحق الشعب الكويتي وجميع المقيمين في هذا البلد الطيب، وأقول الله يديم الأمن والأمان على هذا البلد الطيبة، ويا رب كل عام وانتم بخير، وانتم العيد يعني العيد ما له معنى بدونكم يعني، ونتمنى أن نكون يعني قد المسؤولية إن شاء الله. أول شيء كل عام وانتم بخير قناة الشاهد، وكل عام بخير المشاهدين، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. دوري في مسرحية الفارس وأميرة القابة حارس البرج، حارس طيب دمه خفيف، يحاول يحرس البرج يعني كاركتر معين كذي، وسياق المسرحية. بسم الله الرحمن الرحيم، عيدكم مبارك، معاكم رشا. إن شاء الله في العيد تحضروا مسرحية الفارس وأميرة الغابة، دوري الأميرة. إن شاء الله يا رب اللي يحضر المسرحية تعجبه، واللي ما يحضر شيء المسرحية لأنها هتعجبه قوي. بس سبب البحث عن عمل آخر في مكان آخر. أشكرك أيتها الأمير على تقديم مساعدتي لي، ربما تمكن من رد هذا الجميل لك يوما ما. وداعا أيتها الأمير، وداعا. بسم الله الرحمن الرحيم، عيدكم مبارك، وإن شاء الله الله يعيد عليكم بكل خير وصحة وسلامة. مسرحية خمس خوات الصياد دوروا فيها الوزير عامل خط كوميدي وجديد، وفي شخصية ثانية وايد حلوة ومفاجأة، أتمنى إن شاء الله تستانسون عليها. طبعا عايد عليكم وعايد على سمو الأمير شيخ صباح الحمد الجابر الصباح ولي عهد الأمين، وعلى الشعب الكويتي كله، وحياكم الله في مسرحيتنا، تعالوا ترى مسرحية وايد حلوة وإن شاء الله تعجبكم. أولا أقول لكم مسرحيتنا الصياد والخمس بنات، أو خمس بنات وصياد، دوري في المسرحية اللي هو الأخو الكبير لهم اللي رباهم تعب عليهم، وتصير مغامرات بيني وبين البنات يعني، ما أبي أتكلم زيادة، أبيكم تجون تشوفونا. بتصير مفاجآت في المسرحية، بتصير هناك خدع بصرية بالمسرحية، إن شاء الله يا رب تعجبكم، تعالوا شوفونا. أقول لكم كل عام وانتم بخير، عساكم من عوادة إن شاء الله، ومن عايد العيد أخوكم مشاري البلاد. عودة مرة أخرى عزيز المشاهد، ورأينا بعض المسرحيات اللي مشاركين فيها فنانين موجودين معنا أيضا في ديوان العيد ناصر، وكذلك ما ننسى مسرح الطفل راح نتطرق له بعد شوي، لكن ودي أسأل سمير وين راح؟ سمير عنده شوي عنده بلا، والله عنده بلا. لا لا دقيقة، مايك هو برا ومايك مبطل. يا سمير تعال، ولا ترى بخلي المخرج يخصم عليك. هنجيك.
يا يركض الحين هو حسباله مدني برا ها حسباله مدني برا صدق مدني تعال وينك تاتا الحوس تالي نبي نسألك يا أخي أول شيء المسرحية اللي في العيد لك مسرحية إن شاء الله إن شاء الله عندنا مسرحية اسمها بيت أبونا من تأليف الفضلي أحمد الفضلي وإخراج يسمونه جابر محمدي جابر محمدي محمدي اليوم نجي نصور عندكم ولا لا؟ ها؟ نجي نصور اليوم بالكويت حياكم بأي وقت كفو والله عفوا ويانا علي جمعة وزهرة عرفات ورونق وميل بلوشي وواحدة اسمها سالي مذيعة هذا الكبار ولا الصغار؟ كبار زين وفيصل دشتي وفيصل دشتي وخرشد وفيصل بغازي وبخرشد وشوشو متعلق شوشو بخرشد كنا معاكم بخرشد اي نسيت زين ذكرتني بخرشد شنو طابعها كوميدي ولا دراما ولا قصة ولا شنو وضعها الرواية؟ وهو له كوميدي طبعا بس قصة عن الوطن يعني حلو. عن الوحدة الوطنية ممتاز نعم هذه قصة المسرحية من عنوانها بيت أبونا يعني اي بيت أبونا يعني البيت هو الوطن اي نعم ايه. انا قلت بيكمل وراها شيء بس دام قال بيت أبونا لا بيت أبونا ترى عماد بعد عنده يمكن مسرحية في العيد ايه. ودي تكلمنا عنها عماد شنو المسرحية اي عندي مسرحية اطفال عفوا اسمها اطفال كبار ها اطفال كبار في اطفال كبار اي مدني كبير اسمها حسان والاميره لا الاميره اي حسان والاميره اشجان حسان والاميره اشجان تاليف الله يشافيه كاظم الزامل واخراج منصور حسين المنصور اي نعم وبطوله العبد الله كذلك نواف القطان وعبد الله مال الله ومشاعل عقيل استوديو الابطال خالد وليد فيك تحوس انت والله قاعد اضبط له القعده بنسمع ماني قادر لا والله بنسمع عماد مو قادر قاعد يموت قاعد يرسم له على شيء بس ما ادري وليد قاعد مو قاعد لا قاعد بين القناتين لا ظهري واصل الغرفه ولا ريني حشى لا لا والله وبعدين مسكين قاعد بين القنفتين فقلت له ليش مأذي نفسك يا اخذ صوب مبارك يا صوبي قص داخل يعني ولا والله شوفه مسكين شلون قاعد فقلت هين يا مدني والله مو قصدي حبيبي هين يا مدني ادري 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 ما سوي شيء بتسوي عمي دقه ترى عماد يسرق الاضاءه ويسرق نواف نواف انا ودي اسال اخوي نواف كثره اعمال المسرحيه في العيد وتحديد مال الطفل يعني مسرحيه الطفل قبل هاتفه ولها يعني هدف ولها كثرتها الحين انت بوجهه نظرك يعني والله انا ما اقول يعني انا وجهه نظري بعض المسرحيات لا مسرح الطفل بالذات لا مسرح الطفل قبلها صراحه انا كنت اتابع للمسرح في هدف معين تخرج من المسرحيه انت وعيالك تستفيد بعض المسرحيات مو الكل هرج في هرج يعني مات العيد هذه يعني مو الكل يعني لا المسرحيات اللي تعرض بالعيد انما هذا ما اقدر احكم عليه لان ما حضرته اي صح يعني راح ان شاء الله نودي العيال ان شاء الله ونشوف نحكم بعد ذلك بس نواف ترى فنان شامل مو بس ممثل نواف بعد من الجيس تطلب منه شغلة الحين يغني لك إياها يلا تفضل يلا هذه يلا تفضل هو عارف بدايات كنت أنا من يعني بالأندية كنت من محمد لويس فقدنا هذا اللون صراحة يعني يلا ما دام أنت موجود خلني أسمع يلا أنت موجود الحين يلا أضرب لك إيقاع شغلات والله شغلات معاكم يا أهل الباصات شغلات والله شغلات معاكم يا أهل الباصات كل يوم وانا حيران عند الاشاره زهقان اوقف يا هندي اوقف راعي الباص عملنا يوم وانا زهقان عملت عن الخنافس العامر شلون على ايام الخنافس اول سبعينات راضي باسم الخنافس يتعلج ماشي يراقص لابس بلوزه وشارلستون على المنظره الاخت ينافس الحمد لله هذا الشرف ما نشوفه بسوق الجد هذا طلع لكم مفاجاه الجزء الثاني طيب السؤال ودي اسالكم يا جماعه بالنسبه لمسرح الطفل ومسرح الكبير ايه الاصعب انا اسمع ان دائما يقولون مسرح الطفل اصعب من طبعا ما من شك من حيث الكنترول ومن حيث كذا تفضل بطل هو الحقيقة لا هذا أصعب من هذا ولا هذا كله هذا مسرح واحد لكن
لما نقول النوعي من الأعمال حسب لهم الجماعة حسب لهم الجاد حتى الجاد الملتزم بخط وملتزم بمدرسة هم هكذا كذلك فيه المتعة وفيه الـ 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 الإبهار. المسألة الآن الأعمال كلها إبهار ما فيه والمتعة وقفت عند حد واحد وهي النكتة اللفظية السمجة صراحة في مسرح الطفل أو المسرح الكبار، في حين أن لما احنا نجي ونشوف مسرحيات اللي قدمت في الستينات والسبعينات والثمانينات نشوفها أن فعلا إلى الآن فيها النكتة وفيها الشو وفيها الضحكة وفيها الإبهار مسرحيات قبل الطلال رحلة السندباد البحري رحلة شو اسمه قاعد نسمع فيها لحد الآن موجودة كبار وصغار كان في الأول في يعني مسؤولية يحس أن المسرح هذه مسؤولية إن كان في تناول قضية أو في طريقة العرض هذه اللي احنا فاقدينها الآن أسلوب العرض طريقة العرض ليه المشاهد إن كان طفل أو كبير بيحضر المسرح أول شيء لازم ترضيه من ناحية البصر صحيح نظر فيو يشوف قدامه منظر حلو يشوف فيه إبهار بعدين يسمع الكلمة بعدين يسمع الطرح شنو الطرح فيطلع يا أما مستفيد من الشو نفسه صح يا أما مستفيد من المعنى قضية المطروحة أو مستفيد من الأسلوب اللي الحوار لازم يطلع بقيمة يعني المسرحية فهني يطلع بقيمة مثل ما بس مرات يجيك جمهور بطلال تلقى قاطة المرأة عيالها على الخدامة والخدامة جاية حتى رضيع وياها يبكي وبالصالة وتعطي ممة مسرح الطفل هذا يشوهون المسرح حتى الطفل ما يستمتع يعني أنا ودي أسأل أخوي مبارك في دخلاء على المسرح حاليا يعني المسرح مو نفس قبل مبارك يعني والله انا ما اقدر اقول دخلاء هم يعتبرون فنانين اي صح احنا يعني انا اطالب شيء واحد اطالب بنقابه نقابه فنانين هذا اللي احنا قاعدين في نقابه الفنانين ما في نقابه ما في نقابه انتم مو معترفين فيها ولا لا 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 ما في نقابه سووا لنا اتحاد مسارح سووا لنا اتحاد مسارح صارت عليه اشكاليه وهو انا بس البطلع عن خلافات اتحاد المسارح ايه العربي والكويتي والخليجي ايه صارت عليه اشكاليه وين وصلتوا فيها هذه وين هذه صارت عليه اشكاليه اي بطلع وصلوا للنيابه نعم بطلع يعني حكي ينقال ما ودنا احنا نسمع لا لا هو نقابه فيه في ما تعتبر رئيس الدكتور انا اذكر ان في دكتور فيلتشاو رئيس للخلافات اللي داخل النقابه نفسها لم تفعل لأن اللي يفعلونها هم أعضاء مجلس الإدارة كان رئيس النقابة أبو عدنان سحب نفسه فمن بقى يجب أن يكون هناك وجه لهذه النقابة شنو الأسباب اللي خلاه يسحب نفسه ماني عارف أنا هل هو لا هو قال صحية أنا مو قادر كذا وعمري الحين ما يوجد, لا يوجد بديل يعني انتم فيكم خير بركه ما في بديل يمسك بداله مثلا البديل ما يقبلونه قد يكون الاعضاء اللي موجودين في ليش ما يكون ما ادري شلون تشكلت ليش ما يكون عن طريق ترشيح مثلا هو ما ادري شلون تشكلت انا الحين انا يومنا 5 ماي 4 قالوا يلا احنا وتعالوا وسجلوا اعلنوا في الجرايد احنا اللي عرفنا اتحاد المسارح قالوا بتصير نقابه صارت اشكاليه لا 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 وما لا 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 ما لا لا النقابه تكلم عن ابو طلال اشهرت وسمعنا انه اشتتحت بس النقابه اخذت في لها مجلس اداره ورئيس ما اختصت بالعمل المسرحي ولا بالفنان هي تابعه جمعيات النفع العام تاخذ لا لا مساعده للشؤون هي لها شكل اخر معناته ماكو نقابه اذا مو تابعه ليش ابو طلال هي متابع الشؤون نقابه مش شرع كان معاهم موقع عليها وزير الشؤون بلد خلينا نستفيد من ابو طلال اكثر يمكن هي مشهره وكل شيء ولكن فيها خلط فيها المحرر الصحفي وهذا يتبع طبعا صحفيين فيها الفنيين عموما كل الفنيين واكثرهم يتبعون الى نقابه الاعلام من اضاءه من صوت وكلهم يتبعون الاعلام طيب هذا فيها شلون ادرج تحت ماني عارف الفنانين ماني عارف شلون تم هذا لان بما ان كل عضو يمثل قطاع يمثل شريحة إذن ويجتمعون لا يمكن يكون في توافق صحيح لكن لو كان فقط
فنانين مثل الاتحاد ممثلين. اتحاد حتى المطربين المسرح الجمعية. اتحاد الفنانين الكويتيين رائع، اتحاد هو يكون نواة للنقابة.